مرحبا، معكم محمد غلام كونسلتون كونديو تشونجمون من شركه ريباتيس. في هذه السلسله ديال الفيديوهات اللي نقدموا لكم، فهي جات من بعد الندوه اللي تم فيها نشر نتائج استبيان المتعلق بالنسخه الرقميه رخص بويما. في السلسله ديال اليوم غنحاولوا نركزوا على الاجابات الخاصين بالاسئله المتعلقه بالوثائق والتوقيع الالكتروني عليها. بالنسبه لهاد لا كيسيون هادي، فلي زارشيتيكت فاش كيكون خصهم يديروا واحد لا موديفيكاسيون على ان بلان ديجا سومي اون كوميسيون، خاص لي مونب دو كوميسيون سوا يعطيو اون ديسيزيون فافورابل اولا اون ديسيزيون ديفافورابل اللي فيها لي رمارك لي اولا لي موديفيكاسيون اللي خصو يحسن هذاك الارشيتيكت، اي كوم سا يل بورا ريكونستيتوي لو دوسي ديالو. بالنسبه لهاد لا كيسيون، فالهدف من الرقمنه وكذلك التدبير المادي لهاد رخص التعمير هو باش نيفيتيو هذيك لا فيرسون بابيي ديال لي دوكيومون. سكي في دابا لا سيناتور الكترونيك سيرتيفي بلا كلي ديال البريد اي ساين هي كتابليكي على ان دوكيومون الكترونيك، ان فيشي الكترونيك. فلا سيناتور على جميع لي بلانش ولا جميع الصفحات ديال ان دوكيومون فهو امر غير مطروح. بالنسبه لاداتاسيون ديال لي غون بروجي او لي بيتي بروجي على المنصة، فهنا الاركيتيكت او لو دوموندور اللي كيديبوزي لو دوسي ديالو هو اللي كيتحكم في هذيك لا كاتيجوري ديال لو بروجي. يعني الاركيتيكت في الاول في ايتاب سيزيك كما كنشوفوا فهو كيحدد لا ناتور دو بروجي سواء كونستركسيون موديفيكاسيون غروبمون الى اخره، عاد من بعد كيحدد لو تيب دو بروجي، وهنا بناء على لا ناتور شوازي وكذلك لو تيب سيليكسيوني كيتحدد لنا لا كاتيجوري دو بروجي. وهنا كنقدروا نطيحوا في بعض المرات كيكون ان غروبمون دابيتاسيون اي لاركيتيكت يختار اون كونستركسيون انفيريور ا 15.5 سكي في لو دوسي كيدوز ديريكتومون لي بيتي بروجي. وهنا كيف ما ذكرت في الاول ف سي لو شوا ديال لو دوموندور اولا ديال لي اركيتيكت. والحاجه الثانيه انه فاش كتبغيو ديروا ليتود دي دوسيي في لوردر دو جور ديال لو بروغرام دو كوميسيون، فكاينين دي اوردر دو جور اللي خاصين بلي غران بروجي اي كاينين دوطر اوردر دو جور اللي خاصين بلي بيتي بروجي، فالتفرقه كتكون عندكم حتى في لا كوميسيون اولا لوردر دو جور ديال لو بروغرام ديالكم. بالنسبه لا فيريفيكاسيون دي فيرسيون دي دوكيومون، كندخلوا لو دوكيومون من لو دوسي من الداخل كنديروا لو اوفيغ الفوق حدا لو بوتون ديال لو تيليشارجمون عندنا 3 بوين كنضغطوا عليهم وهنا كيبان لنا لي فيرسيون دو بلون. دونك سوا نمشيو نقلبوا لا فيرسيون 1 ولا لا فيرسيون 2 ديال هاد لو دوكيومون. ابري كاين نوتر فيريفيكاسيون اللي كتخص لي بلون اون كور دانستركسيون، يعني لو دوسي مازال اون كوميسيون فاش كندخلوا نبغيو نسيزيو لا في ديالنا كيمشيو لو فون دو دوسي اون سيليكسيون لو جو دو بلون اركيتيكتورو، هنا كيبان لنا لو بلون كنكليكيو الفوق على اليسار ديال الدوكيومون في لو كونتوني ديالو، كنكليكيو على ليكون الرابعه الخاصه بلا كومباريزون دي فيرسون دو بلان. ابري كتبان لنا في لا ليست لا فيرسون ديال كاع لي بلان اللي حط الاركيتيكت بور هاد لو دوسي. دونك شاك فيرسون دو بلان كتكون افيك اون كولور بريسيس، دونك كنسيليكسيون لي فيرسون اللي بغا نديرو لهم لا كومباريزون سوا دو فيرسون او بيان بلوس. دونك جو سيليكسيون لا فيرسون الاولى، جو سيليكسيون لا فيرسون سويفونت هنا كيكون دي كولور. Après, je clique sur le bouton de comparer les versions. Donc, on attend le chargement de le plan, je suis bien dans les versions. Donc, une fois le chargement qui est là, on a qu'un chauffe avec deux couleurs, les deux versions de le plan superposé. Donc, on est dans la version de l'oula, pour la version Tania, et comme ça, on peut savoir quelles les modifications qui sont faites le plan. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.